بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج النداء. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وأحسن الله وإياك بإذن الله تعالى. الآية التي صدرنا بها صدر هذه الحلقة هي تتكلم عن النداء رقم 14 من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وفيها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، الآية الكريمة. نعم. بداية نود من فضلتك نظرة عامة على المفردات والدلالات المحيطة بهذه الآية والملابسات بها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وأسأله سبحانه أن يصلي علينا معه بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. وبعد، اللهم آمين. فكما تفضلت، هذا هو النداء 14. نعم. من نداءات الرحمن لأهل الإيمان الذي صدره جل وعلا بقوله يا أيها الذين آمنوا. وأذكر إخواني وأخواتي أن تصدير النداء بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لجذب انتباه أهل الإيمان وإيقاظهم من غفلتهم وإيقاظهم من شغلهم، لا أقول لينصتوا بآذانهم، بل بآذانهم وقلوبهم وكيانهم وجوارحهم، لأن الذي ينادي هو ملك الملوك الله ومالك الملك جل جلاله. وليعلموا ثانية أن مقتضى هذا النداء وما يحمله من أمر أو نهي إنما هو من مقتضيات الإيمان، وإلا لما خاطب به الذين آمنوا. وأن يعلموا أن أي إخلال أو نقص في تحقيق هذا النداء إنما هو دليل نقص في الإيمان. الله فحين أكبر. ينادي الحق جل جلاله بقوله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك وقلبك وروحك وكيانك كله، واعلم بأنه خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه، فما عليك حين تسمع النداء إلا أن تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا. نعم، سمعنا غفرانك وأطعنا. ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا. يقول جل جلاله يا أيها الذين آمنوا، هو هنا النداء خاص بالمؤمنين فقط؟ نعم، يعني لا يدخل فيه يدخل فيه المسلمون؟ ذكرنا قبل ذلك أن لفظة الإسلام والإيمان مفردتان، إذا افترقتا اجتمعتا افترقتا والعكس صحيح. فحين نذكر الإيمان يدخل فيه يعني كل من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله داخل في هذا الأمر. غير المسلمين لا يدخلون في هذا النداء، لا يدخلون في هذا النداء، لأنه لن يحقق هذا إلا إن حقق الإيمان بالله أصلا. الله أكبر. لن يحقق هذا الذي يحمله النداء من أمر ونهي إلا إذا حقق الإيمان بالله أصلا. نعم. ثم في الآية التي معنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، كيف يدخل من هم دون المؤمنين في هذا النداء؟ والله جل وعلا يحذر من اتخاذهم بطانة. طب أنا ليس سألت فضلتك هذا السؤال، هل يحتج مثلا بأن القرآن يستبعد فئات من الناس وفئات من الناس غير المسلمين والمؤمنين يعني؟ فأين احتواء القرآن لكل البشرية؟ يعني أذكر أنك ذكرت لي مرة في العام الماضي أننا نريد بعد برنامج النداء نداءات الرحمن لأهل الإيمان أن نعقد برنامجا مستقلا
نعم حدث. نعم. في نداءات الله للناس، يا أيها الناس. جميل. هذا نداء يقينا للناس جميعا. تمام. هذا نداء عام. نعم. للمسلم وغير المسلم. نعم. وهو موضوع في غاية الرقة. نعم. أنا قصدت من منبر فضلتك الخاص يعني غير المسلم لا يشاهد هذه الحلقة مثلا. بل بالعكس. هذا ما قصدته من السؤال. بل بالعكس. يعني هل هو مستبعد؟ حاشا لله. بل نحن مكلفون أن ندعوه للإيمان. وكيف ندعوه ونحن لا نتخذ بطانة من دوننا؟ نحن ندعوه إلى أن يحقق الإيمان بالله جل وعلا. جميل. وهذا واجبنا. وندعوه لذلك بالحكمة والرحمة والأدب والطول إلى غير ذلك. جميل. لكن ندعوه لهذا ويشاهدنا ونحن نستبعده من البطانة إلى أن يحقق الإيمان بالله جل وعلا، فهو حينئذ أخ من إخواننا المؤمنين. لا ينطبق عليه هذا الحكم، لأنه يوجد من يصر على كفره واعتقاده وضلاله وجحوده لربه سبحانه وتعالى مع إعلانه للعداوة لأهل الإيمان الذين آمنوا بالله ورسله. فحينئذ لا يجوز لأهل الإيمان أن يتخذوا هذا النوع بطانة. ولذلك أقول حق يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. بطانة. ما معنى البطانة بقى؟ أحسنت. البطانة يا دكتور محمد في أصل اللغة الحشية. لا خلينا نوصل لغة أولا. يا ليت. التأصيل لغة للبطانة مشتقة هذه اللفظة من بطن التي خلاف الظهر. تمام. البطن الجارحة هذه. نعم. التي خلاف الظهر. نعم. ومنه بطانة الثوب. ما تحته. ما يلي الجسد. تحته. تمام. الذي هو ضد ظاهر الثوب. أو تمام. ظاهرة الثوب. نعم. البطانة في الاصطلاح هي خاصة الرجل الذين يطلعون أو يطلعهم على خصائص شؤونه ودقائق أموره التي لا يطلع عليها إلا المقربين منه كقرب بطنه من جسده. يا الله الله، ده تعريف خطير جدا 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 يا الله. ولذلك أنا أقف مع هذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. بطانتان. بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله عز وجل. الله أكبر. فيجب على ولاة الأمر. هو أيها الذين آمنوا هنا مقصود بها الحكام ولاة الأمر المسؤولون أم عموم المؤمنين؟ عموم المؤمنين. وأنا غير مسؤول، كيف أتخذ بطانة؟ أفهم البطانة صديقي يعني مثلا؟ نعم. هذا يدخل في البطانة؟ يا نعم. يجب عليك أن تختار بطانتك أيها المؤمن، أن تختار الصاحب الصادق الذي ينصح لك إن أخطأت، ويستر عيبك إن زللت، ويقف إلى جوارك ويذكرك بالله إن نسيت، ويحضك على الخير ويأمرك به، وينهاك عن الشر ويبعدك عنه. نعم. وعلى مستوى أولياء الأمور كيف تكون بطانتهم؟ ولاة الأمور المستشارين مثلا دلوقتي بلغة. نعم. هذا العصر الوزراء يعني. والمستشارون والمقربون هؤلاء بطانة. يجب على ولي الأمر ملكا كان أو أميرا أو رئيسا أو رئيسا لوزراء أو مسؤولا عن حكومة ألا يقرب أو ألا يختار إلا البطانة الطيبة المتخصصة التي تأمره بالمعروف وتحضه على الخير وتحول بينه وبين الشر، لأن الإنسان بنفسه ضعيف قوي بإخوانه. نعم. فيجب على ولاة الأمر أن يعلموا أنها مسؤولية عظيمة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. كيف يغش الرعية؟ يغش الرعية ويخون الرعية إن لم يحقق فيهم دين رب البرية. فما نصب الخلفاء وولاة الأمور إلا لإقامة دين الله في الأمة وإلا لإقامة دين الله في الأرض. لكن يعني لتحقيق العدل مثلا وتمصير الأمصار، فتح البلدان، تحقيق العدل، الرفاهية، المعيشة، هذا كله يندرج تحت
إقامة الدنيا بالدين. لكن هنا الحديث قيد بغش رعيته. نعم. كيف يغش رعيته؟ يغش رعيته كما ذكرت ألا يقيم دين الله فيهم، ألا يحقق العدل فيهم. هذا في جنب الله عز وجل، ألا يحقق العدل فيهم، أن يأكل ما أنعم الله عز وجل به عليهم من خيرات، وألا ينفق هذا في رعيته، الله أكبر، ألا يجتهد في إسعاد الخلق في دينهم ودنياهم. طب خلينا نسأل فضلتك على من دونكم وعض البطالة مرة ثانية، لأنه نعم. بها يزال غبش كثير. نعم. لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من دونكم أي من غير أهل ملتكم. أيوة جميل أوي. ومن غير أهل دينكم. طب يعني الرئيس المسلم لابد أن تكون بطانته مسلمة. نعم. طب هذا هو الأصل. إذا كان في الأمة مثلا غير مسلمين لكنهم أفذاذ أقحاح في صناعتهم، يستفاد بهم ولا يكونوا من البطانة؟ يستفاد منهم. طب هيكونوا من البطانة كده؟ بالضوابط التي لا تجعل لهذه الاستفادة تأثيرا على دين فرد من أفراد الأمة. تحتاج تفسير يا مولانا. لكن ما هو كده، لا تتخذوا، هذا نهي. نعم صح، لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني أي من غير أهل ملتكم ومن طيب. غير أهل دينكم. لكن انظر ما المراد بالبطانة، ألا تتخذ أحدا من غير أهل دينك تطلعه على أسرارك. هل يعقل أن يتخذ أحد رجلا من غير أهل ملتي يطلعه على أسراره الخاصة وشؤونه الخاصة التي قد تسمى الآن حين تفشى بالخيانة العظمى؟ لا لا يجوز. الأسرار الشخصية شيء وأسرار الدولة شيء تاني، يعني قد يكون صديقي يدخل بيتي يعرف سري في بيتي لكن لا أقول له أسرار العمل مثلا. المقصود بالبطانة هنا العمل أم البيت؟ لا، المقصود بالبطانة في الآية نعم. أن تكون البطانة من غير أهل الإيمان، من غير أهل الدين. تمام، ندخلهم ألا ندخلهم بيوتنا أم ألا نعمل معهم في العمل العام؟ ألا تطلعهم على شؤونك الخاصة وأسرارك الخاصة. ليه؟ لأن الآيات ذكرت بعد ذلك ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، حكم الله جل جلاله. ده كلام خطير يا مولانا. كان القرآن نقول سمعنا وأطعنا، لكن تطبيقه على أرض الواقع مثلا من غير المسلمين عقول نوابغ في كل مناحي علوم الحياة، أفلا يقربون ويتخذوا منهم مستشارين؟ أنا أقول يستفاد منهم في تخصصاتهم ولا حرج البتة في ذلك، لكن لا تتخذ منهم أولياء. أولياء بمعنى يا أيها الذين نحبهم يعني؟ لا. طيب. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الله أكبر. أنا عاوز أفرق بين أمرين. تفضل. ممكن تحب إنسانا حبا جبليا من غير الملة. نعم. من غير أهل الملة. نعم. حبا طبعيا. لكن المودة والمحبة الإيمانية شيء آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أبا طالب أم لا؟ بلى أحبه. ومات على الشرك. نعم. صحيح. ونزل قول الله تعالى فيه إنك لتهدي من أحببت. فالله يثبت حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، حب غريز لأنه هو الذي رباه، حب جبلي. نعم. حب فطري. حب الرجل لزوجته الكتابية اليهودية والنصرانية حب فطري، حب جبلي. فأنا أود أن أفرق بين المودة من أجل المحادة، انتبه لهذا التعبير، المواد يحدون الله ورسوله. أيوة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري الآية. نعم. الشاهد
فرق بين المودة من أجل المحادة، وهذا لا يقع من أبدا في أي زمان وفي أي مكان، وبين المحبة الجبلية الفطرية الطبيعية التي لا تنقض أصل البراء. الولاء والبراء عقيدة. نعم. ما رح نتوقف عند هذا القدر ونكمل في حلقة قادمة، لأن الموضوع شائق وشائك بالفعل. نعم. لكن معكم سنعبر به سفينة النجاة إن شاء الله. شكرا سيد على هذا الكلام. وصية تقولها لي ولكل من يشاهدنا، ماذا تقول؟ أقول لإخواني من أهل الإيمان، قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. لكن أرجو أن نفهم هذا المبحث الخطير فهما دقيقا على مراد الله وعلى مراد رسول الله، بلا غلو أو إفراط أو تفريط. فالإفراط قد يوقع البعض في التكفير، والتفريط قد يوقع البعض في التمييع، والإسلام وسط. يجب عليك أن تفهم مراد الله من الآيات ومراد رسول الله في الأحاديث، حتى لا تقع في هذا ولا ذاك الخلل. نعم. والخطأ. نعم. بارك الله فيك وأحسن لك سيدي الكريم. شاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن، وحتى يضمن لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله وبركاته. يا أيها الناس اسمعوا هذا النداء، إن الذي ناداكم رب السماء، فإذا سمعتم في الكتاب نداءه قولوا سمعنا ربنا ولك الولاء، سبحانك اللهم إذ ناديتنا فنصحتنا ومنحتنا شرف الدعاء. يا أيها شرف عظيم للورى، فتأدبوا وتعلموا قيم الوفاء. يا أيها نادى بها من آمنوا، من كان أهل الخوف أو أهل الرجاء. فإذا أمرتم والتزمتم فافرحوا، وإذا نهاكم فانتهوا بعد النداء.